ما حكم الاشتراك مع بعض الجماعات للدعوة؟ ما فيه إلا جماعة واحدة يا إخوان، جماعات والحزبيات لا خير فيها، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة، ما فيه غير أهل السنة والجماعة على الحق المحض الذي لا لبس فيه. بقية الجماعات عندها أخطاء عندها ضلالات، ولكنها ليست على حد سواء، منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد، لكن ما في الإسلام جماعات، ما فيه إلا جماعة واحدة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعم.